وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من مسقط سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان. أهلا بسعادتك في نشرة الثالثة، وإذ تحدثنا عن أهمية مثل هذه المعارض في ترسيخ التعاون والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. الله يمسيكم بالخير وشكرا على هذه الدعوة. في البداية نود أن نشيد بالعلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والراسخة منذ عقود من الزمن، وأواصر المحبة وشاجر القربة التي تربط الشعبين الشقيقين، والتي نعمل بإذن الله تعالى على تطوير هذه العلاقة ضمن رؤية الوزارة التي رسمها سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في ظل التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه. طبعا يأتي هذا المعرض تنفيذ لتوصيات ومخرجات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة، والتي تؤكد على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في كلا البلدين، واللي طبعا تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية من خلال تنظيم مثل هذه المعارض لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وهذه المؤسسات للترويج لمنتجاتهم وتعزيز فرص الشراكة بين رواد الأعمال في كلا البلدين، والتي بلا شك سوف يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. توجد الآن حوالي 499 شراكة تجارية بين البلدين. احنا نسعى ان شاء الله الى زيادة هذه الشراكة من خلال بتنظيم مثل هذه المعارض ومن مثل هذه اللقاءات التي تجمع البلدين. هذا المعرض هو أول مرة يعني ينظم من نوعه، كان عادة يكون المشاركة في معارض دولية وتشارك البحرين والسلطنة. حرصنا بالتنسيق مع الأخوة في سفارة عمان في البحرين والجهات الرسمية أن يكون هذا المعرض متخصص فقط لعمان والبحرين. فلله الحمد يعني تم إقامة هذا المعرض، وهناك يعني ايضا خطه يعني لدى السفاره تم وضعها بتوجيهات من سعاده الوزير على اساس تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ان شاء الله في مختلف المجالات، في السياحه، في الثقافه، في ايضا بيكون في منتقى لرواد الاعمال. هذه المؤتمرات والمعارض بتكون ان شاء الله في الاشهر القادمه سوف تعرض في البحرين وفي يعني سلطنه عمان. فهناك في تنسيق بين السفاره وبين الجهات الرسميه في سلطنه عمان، وايضا الجهات الرسميه في البحرين وبسفاره السلطنه في البحرين. نعم. احنا نامل من خلال هذه المعارض ان احنا نعزز الشراكه بين رواد الاعمال، واللي احنا نتطلع ان شاء الله من خلال هذه المعارض لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. أود في هذا المقام أن أشكر كل من شارك في إعداد وتنظيم ونجاح المعرض البحريني العماني للعطور الذي قام حاليا في البحرين، وأشكر سعادة وزير الصناعة والتجارة على رعايته لهذا المعرض، ونتمنى إن شاء الله أن في الأشهر القادمة تكون هناك يعني الكثير من الفعاليات والبرامج بين سلطنة عمان والبحرين التي تسهم بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. نعم إن شاء الله. من مسقط سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك.